بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأحييكم، وهذا لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامجكم وقولوا للناس حسنا. في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام نتحدث عن حديث القرآن الكريم عن الداء والدواء. لا شك أن القرآن الكريم ذلك الكتاب المعجز الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب هو كتاب صالح لكل زمان ولكل مكان. هذا الكتاب هو آخر الكتب التي نزلت إلى أهل الأرض إلى أن تقوم الساعة، يعالج أمراضنا، يعالج مشاكلنا، يعالج كل ما يعتري الإنسان من أمراض سواء نفسية أو سلوكية أو أخلاقية أو غيرها. وفي ذلك يقول تعالى عن هذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أدعو الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يجعله هاديا لنا وبشيرا لنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. في بداية هذا اللقاء أرحب بضيفي الكريمين في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ يحيى المنسي من علماء وزارة الأوقاف. أرحب بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا معالي الدكتور. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد سيد خضر من علماء وزارة الأوقاف. أيضا أرحب بك فضيلة الشيخ. أهلا بك معالي الدكتور. أهلا بك حضرتك. الله يخليك. اسمح لي أبدأ مع فضيلة الشيخ يحيى. فضيلة الشيخ، يعني لا شك أن القرآن الكريم ذلك الكتاب يعني هو كتاب هداية. نعم. كتاب يعالج الأمراض، يعالج نعم. السلوكيات المنحرفة، يعالج النفسية البشرية، ولذلك هذا الكتاب هو كتاب صالح لكل زمان ومكان. ليتك تحدثني عن أهمية القرآن الكريم وكيف أن القرآن علاج للأمراض والأسقام والأوجاع التي تعتري الإنسان. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أبتدي وبه أهتدي وبنبيه أقتدي، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما عطرين متلازمين على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشكاة الأنوار وسر الأسرار، النبي المصطفى المختار، خير من تلا القرآن، سيدي وحبيب رسول الله. القرآن إنما هو من المنح الربانية التي نزلت على سيد البريء صلى الله عليه وسلم، منحة بقى متكاملة زي ما أفضتم، متكاملة يعني عبادات تجدها فين؟ أين؟ في القرآن. نعم. معاملات كما ينبغي أن تكون أين نجدها؟ في القرآن. أخلاقيات كما ينبغي وكما يحبها ربنا، وآداب نجدها أين؟ في القرآن. ترغيب وترهيب وحديث عن الدنيا وحديث عن الآخرة أين هو؟ إنما في القرآن. العلاقات الأسرية أين هي؟ إنما في القرآن. دواء القلوب، دواء القلوب كما وضح الحبيب المحبوب صلى الله وربنا عليه جل وعلا أين هو؟ في القرآن. ها؟ دواء الأبدان وشفاء الأبدان أين هو؟ نجده أيضا في القرآن. نعم. فالذي نزل عليه القرآن يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله من داء إلا جعل له دواء، في الخبر الصحيح. صحيح. فإذا أصاب داء، فإذا أصاب دواء داء برئ بإذن الله. نعم. نعم. صحيح. لما يصيب الدواء الداء نعم. يبرأ بإذن من؟ بإذن الله. نعم. سبحان نعم. الله. وفي الخبر الصحيح أيضا قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. صحيح صحيح. الله الله الله. نرجع مرة ثانية: فإذا أصاب داء دواء برئ بإذن من؟ نعم. بإذن الله. هنا كلمة بإذن الله دكتور أشرف تحتاج منا إلى يعني وقفة. نعم. الفاتحة عندنا سميت بالكافية. نعم. وسميت بالشافية. صحيح. وسميت بالسبع المسان. وسميت بالقرآن العظيم. ومن أجل أنها
يعني تجمع كل هذه البركات والنفحات، فرب الأرض والسماوات جعلها لابد منها في الصلاة. نعم إيه؟ صحيح. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ماذا؟ فاتحة الكتاب. يبقى شافية كافية. ها، مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بس نرجع لحديث سيدنا النبي، ايه؟ برئ بإذن مين؟ الله. بإذن الله. انت إذن انت محتاج للمدد. نعم. واحد عنده علو الهمة واستحضار النية واستحضار يعني أن رب البرية جل وعلا معه قادر على كل شيء، يقوم ربنا سبحانه وتعالى لو أن هذا العبد الفقير المتعلق بالذات العلية قرأ الفاتحة، نعم، يقوم المصاب يبرأ بإذن من؟ بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. واحد آخر يقول لك ده أنا قرأت الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وقرأت كل ولم يشفى. أقول لك لازم استحضار الإيه؟ علو الهمة. نعم. واستحضار الإيه؟ النية والتمسك برب البري. يا شافي يا الله، يا شافي. نعم. يا الله، يا شافي يا الله. في الخبر الصحيح أن مجموعة من أصحاب السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه السيد رسول الله كانوا في سفر فاستطعموا قوم. نعم. الكلام ده مش غريب، ما سيدنا موسى إيه؟ نعم. عمل الكلام ده هو وسيدنا الإيه؟ الخضر. نعم. استطعموا القوم، طلبوا منهم طعام، طلبوا منهم أن يستضيفوهم فلم يستضيفوهم. فإذا بواحد يخرج على جماعة أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم إن سيد القوم كبيرنا، نعم، كبير بتاعنا، العمدة بتاعنا، أصابه مكروه، أصابه ألم، وفعلنا كل شيء، أدوية جئنا بها، حكيم جئنا به، فهل منكم من راق؟ والحديث له أكثر من لفظ. نعم. مرة قالوا فهل منكم من راق، مرة قال فهل عندكم من شيء نفعله؟ فالنبي قال أنا راقي. اللهم صل على حضرات أنا إيه؟ راقي. وذهب إليه فقرأ عليه الفاتحة فبرئ بإذن من؟ الله. بإذن الله برئ بإذن الله. وكانت له هدية كبيرة من سيد القوم. الفاتحة يا ساد، الفاتحة يا ساد. إذن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء، شفاء دكتور أشرف كما أفضت. نعم. لا يكون للأبدان فقط وإنما للقلوب. صحيح. تريد طرد الطاقات السلبية واستحضار الطاقات الإيجابية، تريد زوال الهم والغم، تقوم تعمل إيه؟ تخلو مع الذات العلي. نعم. تخلو العلي وتخاطب ربنا جل وعلا وتستحضر النية أنك مع الله. نعم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حضرات اللي نزل عليه القرآن لما كان يستشعر الهم والغم، ويضيق صدره، يقول اقرأ علي ماذا؟ نعم. يا ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يقول اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من ماذا؟ من يريد الرسول. نعم. الله صلى الله على حضرته وسلم أن يفرج عن قلبه. نعم. أحسنت فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ محمد سيد خضر، ونحن نتحدث عن الداء والدواء في الريم، لا شك أن القرآن الكريم هو دواء لكل الأمراض، لكل الأسقام التي تصيب الإنسان سواء كانت بدنية أو نفسية، فهو علاج للنفس. حينما يقول تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أهمية القرآن الكريم في حياتنا وكيف يكون سبب من أسباب الاطمئنان وراحة النفس وراحة البال حينما نقرأ القرآن ونكون في معية الله، نهتدي بهدي القرآن الكريم، نسير على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمدا خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. بداية، القرآن في مجمله شفاء. نعم. شفاء الأمراض النفسية
كل الأمراض النفسية وشفاء. وقد رأينا بعض المراكز العلمية في أوروبا تعالج الاستشفاء بالقرآن. نعم نعم صحيح. المجرد أن يجلس المستمع وتوضع القرآن في أذنيه فيسمع نعم. القرآن فتعطيه كما قال أخونا الحبيب الإيجابيات. وصدق الله حينما قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. وقوله وشفاء لما في الصدور. نعم. شفاء لما في الصدور. لكن نفرق بين المنهج القرآني الذي نزل من رب السماء. نعم. والذي يعني يستشفى القرآن في الأحوال النفسية. نعم. لكن هناك أعضاء بدنية تحتاج إلى الطب. نعم. ولذلك جاء في الحديث ما أنزل الله داء إلا وجعله دواء فتداوى عباد الله ولا تتداوى بإيه؟ نعم. بحرام. نعم. ما ينبغي أن يوصف لنا دواء في محرم. صحيح. ها؟ وإنما يسأل المريض أهل التخصص. وقد ثبت عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه نعم. أنهم كانوا يسيرون في الطريق والحديث بروايات متعددة. فبينما هم يسيرون في الطريق رجل شجت رأسه نعم. فسأل عن الرخصة. قالوا لا نجد لك إلا الغسل نعم. فاغتسل الرجل فمات. لا حول ولا قوة. أخبر النبي به صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. نعم. هلا سألتم نعم. إنما كان يكفيه أن يعصب عن جرحه ويتيمم نعم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإسلام في مجمله يبني الإنسان ولا يهدمه نعم. وبناء الإنسان صحيا وبدنيا ونفسيا وعقليا. فالمنهج القرآني يأخذ بكل الأسباب الصحيحة التي تؤدي إلى قوة البدن. صحيح. وقوة البدن هي جزء من الإيمان كما جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. صحيح. وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا نعم. والقرآن حدثنا عن أمراض متعددة. أمراض نعم. نفسية في قلوبهم مرض نعم. فزادهم الله مرضا ها؟ وأمراض الأمراض الفكرية التي حاطت بنا كمعشر المسلمين وهي التشكيك في الثوابت القرآنية هذا مرض نعم. إذا كان القرآن قد تحدث عن المنافقين والكذابين أن في قلوبهم مرض فأمثالهم يوجد بيننا الآن من يشككون في ثوابت القرآن. صحيح. ها؟ فهؤلاء ليس لهم مكان لأن من كمال الإيمان عند المؤمن أن يؤمن بكتاب الله نعم. وإلى آخر ما جاء في حديث الإيمان نعم نعم. فالأمراض مرض القلب نعم. مرض حب الشهوة مرض حب الرياسة مرض حب الكلام مرض التصدر وهو ليس أهل للتصدر في مقامات متعددة نعم. ها؟ ولذلك جاء في الحديث إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صحيح. ها؟ صحيح. فأهل التخصص غير موجودون الآن في نعم. كل في مكانه كما ينبغي أن يكون نعم. لأجل هذا أما آن لنا أن يعود كل متخصص في تخصصه. فالقرآن حينما حدثنا عن علاجات متعددة نعم. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, لا تعلمون. نعم. أسأل نعم. الطبيب في جرح أسأل المتخصص في مرض أسأل المتخصص في حياتي ولا يتنافى هذا الأمر عن الأخذ بالأسباب في توطيد نعم. العلاقة حسن. بيننا وبين الله نعم. فجاء على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين نعم. والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أحسنت فضيلة الشيخ بارك الله فيكم واسمح لي بهذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود ونكمل هذا اللقاء فابقوا معنا.
أرحب بحضراتكم مجددا بعد هذا الفاصل، وأرحب بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ يحيى المنسي من علماء وزارة الأوقاف، وأرحب بك مجددا فضيلة الشيخ. أرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد سيد خضر من علماء وزارة الأوقاف، أيضا أهلا بك. مرحبا بك أخي الحبيب الشيخ. فضيلة الشيخ يحيى المنسي، يعني لا شك أن القرآن الكريم لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وتحدث عنها، الله، سواء في أمور الدنيا أو الآخرة، وبخاصة القرآن الكريم جاء قيم إسلامية رائعة لم نجدها في أي كتاب آخر سوى هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. لو حدثتني عن أهمية أن نقتدي بما جاء في القرآن، أو يعني نسير على منهج القرآن الكريم في حياتنا، كيف ستكون هذه الحياة؟ يعني بمعنى إذا يعني أخذ الإنسان بكل ما جاء في آيات القرآن الكريم سيكون أسعد الناس حقيقة. كيف نسعد بالقرآن الكريم؟ كيف نجعل القرآن الكريم دستور حياتنا؟ كيف نجعل القرآن الكريم هاديا لنا في كل شؤون حياتنا؟ الله الله الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام دائمين عطرين دائما على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك ألقيت الضوء على أهمية القرآن، قرآن على سيد رسول الله صلى الله عليه حضرته وسلم ليكون دستور كما أفضت. نعم. دستور، دستور رباني غير قابل للتغيير ولا للتعديل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. دستور، دستور رباني لو سرنا عليه لوجدنا ما يصلح لنا في الدنيا وفي الآخرة. نعم. نعم. السيد الكريم لو نظرنا إلى مصادر التشريع لوجدنا أول مصدر من مصادر التشريع هو ماذا؟ القرآن الكريم. الكريم. نعم. إذن القرآن لابد وأن يكون أمامنا ويكون في صدورنا ويكون به ونقتدي به. سيدي رسول الله صلى الله عليه حضرته وسلم قال: فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة. نعم. جعله إيه؟ أمامه. أمامه يعني إيه؟ يعمل به. نعم. يعمل بما في القرآن، يهتدي به. نعم. الله الله الله. مش مجرد إن أنا وضعت القرآن بس كزينة. نعم. وضعت المصحف بس في البيت كده كبركة. هو جميل كبركة، هو جميل فعلا كتشريف أنني أنتمي لهذا الكتاب، لكن اعمل به. فمن جعله أمامه عمل به قاده إلى الجنة. نعم. هو الإيه اللي هياخدك فين؟ الجنة. في الجنة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار والعياذ بالله. نعم. نعم. دواء، دواء. نعم. والأدوية في القرآن الكريم وفي الصيدلية المحمدية كثيرة جدا. نعم. من الأدوية التي شرعها لنا ربنا في القرآن وفي سنة سيد رسول الله، قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: دووا مرضاكم ماذا؟ بالصدقة. بالصدقة. اسمع ربنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني الله. نعم. الله الله الله. نعم. تطهرهم وتزكيهم. تطهرهم من ماذا؟ نعم. بالطهر المال. نعم. وبالطهر نفسي. صحيح. من الأمراض. نعم. صحيح. والأسقام. نعم. تطهرهم وتزكيهم، أعلوا بها. نعم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لهم. نعم. دووا مرضاكم بماذا؟ نعم. بالصدقة. مولانا أفض إلى نقطة مهمة وقال أنه الأخذ بالأسباب مهم. نعم. مع الأخذ بالقرآن كعلاج. نعم. الأخذ بالأسباب ماذا؟ مهم. أنا طبعا أذهب إلى الطبيب المتخصص. المتخصص. نعم. تأخذ بالأسباب. وبعد أن أحضر ما في روشتة الطبيب وأمشي على تعليمات ماذا؟ نعم. الطبيب، لا مانع أن أجمع ما بين الأخذ بالأسباب وما قاله الطبيب وما قاله رب ومسبب الأسباب جل وعلا. أنا أخذ الروشتة البشرية، الدواء الأرض ده، وأخذ الدواء الرباني. والشافي هو الله. والشافي من؟ هو الله. لكن هذه وسيلة وسبب يعني. نعم. أنا أخرج صدقة. نعم. بنية ماذا؟ الشفاء. نعم. الشفاء مع أخذ ماذا؟ بالأسباب. ما قال به واحد من الأطباء. نعم. من الأدوية أيضا التي
بينها لنا ربنا جل وعلا في القرآن لنثبت أن القرآن دواء وشفاء. الدعاء. نعم. سبحان الله يا دكتور أشرف، مننا كثير لا يتذكر أن يدعو الله وأن يسأل ربنا جل وعلا إلا إذا نزلت عليه مشكلة أو مصيبة صحيح أو ابتلاء. نعم. سبحان الملك، كانت كل الأدوات في القديم تجعلنا نفتقر إلى الله. نعم. نعم. اليوم التكنولوجيا. نعم. التكنولوجيا وأدوات التقريب كثرت، لكن لا ننسى ربنا جل وعلا. نعم. من تأخر في الإنجاب ومن التوحش وانتظار للولد قال ماذا واستعان بمن؟ ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يبقى دعا ربنا سبحانه وتعالى. نعم. إن يزيل عنه ماذا؟ نعم. يزيل عنه العك. صحيح. الله أكبر. ربنا سبحانه وتعالى رزقه، عافاه من عقمه. نعم. عالجه ربنا من دائه. رزقه بالولد. ورزقه بالولد. نعم. بعد أن بلغ من العمر ما يقرب من 100 عام. نعم. فربنا جل وعلا قال فاستجبنا له. أول. نعم. واحد. ووهبنا له يحيى. نعم. وأصلح. نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الخيرات. نعم. الله الله الله. إذن من الأدوية التي ذكرها لنا ربنا جل وعلا من الأدوية لكل داء. نعم. كما جاء في القرآن أن نسارع في الخيرات. نعم. نقدم الخير للناس، نخرج الصدقات ونساعد. نعم. المحتاجين نقدم الخير ونساعد. الناس. حتى يساعدنا من الله سبحانه وتعالى، رب الناس. نعم. الله الله الله. جميل. سيد الكريم دعاء. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. من لم يدعو الله. نعم. يغضب عليه. سبحان الله. انت الصلاة دي عرفت لغويا بأنها ماذا؟ نعم. الدعاء. جميل. سبحان. نعم. الملك والفاتحة. نعم. في مجملها تدعونا إلى الدعاء. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أسأل ربي جل وعلا أن يداوينا. آمين بالقرآن. آمين. وأن يعافينا بالقرآن. آمين. وأن يجعل القرآن شفاء لصدورنا. آمين يا رب. آمين. آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ محمد السيد خضري، يعني لا شك أن القرآن الكريم يعني جاء بتشريعات طيبة مباركة تضمن يعني أمان وأمن وسلام العالم أجمع. حينما نرى تشريعات للحدود والأخلاق والتشريعات للزواج والميراث وغيرها، تشريعات تضمن يعني ثبات وأمن وأمان وسلام المجتمع. لو سرنا على هذه التشريعات الهامة لا شك أننا سنسعد في حياتنا، لن يكون هناك منغصات، لن يكون هناك مشكلات، لن يكون هناك قضايا في المحاكم. نعم. ليتنا نتمسك بما جاء به القرآن الكريم وعلاج لما في نفوسنا من أمراض، مرض الكبر، مرض الطمع، حب المال، حب الشهوة، أشياء كثيرة ابتلينا بها علاجها في القرآن الكريم. حدثني عن التمسك بهذا الكتاب وكيف نسير على هذه التشريعات حتى نضمن حياة سعيدة. يعني هو الكتالوج كما أشار فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله أن الله عز وجل أنزل لنا كتالوج نسير عليه، أو يعني روشتة ربانية لعلاج ما في نفوسنا من أمراض. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، صلى الله عليه وسلم. القرآن في مجمله وحدة بنائية. نعم. هذه الوحدة البنائية تبني وتؤسس لبناء القيم في مجتمعات العالم، ونحن معشر المسلمين أولى بها تطبيقا وعملا على أرض الواقع. صحيح. ولذلك
في الابتلاءات جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء. نعم. ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل على قدر دينه. وقد رأينا سيدنا أيوب عليه السلام. نعم. ابتلاه الله بالضر 17 عاما كما جاء في كتب السير. نعم. حتى قيل أن جلده قد تقرح وأن الدود يسري فيه. نعم. هل ثناه هذا الأمر أن يغفل أيوب عن ذكر الله؟ نعم. كلا وحاشا. قال الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. نعم جميل. ذنون حينما ابتلعه الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. أخرج يوسف من الجب من البئر. إذا كنا نعلم أن الملك المدبر لشؤون خلقه جميعا أنزل إليهم الكتاب المحكم. نعم. المحكم ليبني قيم على غير مثال سابق. هذه القيم أولى بها المسلمون. صحيح. أن يطبقوها فيما بينهم. نعم. فنحن مخاطبون بهذا المنهج وغيرنا ليس مخاطب به. نعم. لهذا نجد في هذا المنهج القرآني الإنسان بنيان الله في أرضه. نعم. ملعون من هدم بنيان الله. صحيح. من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة. من آذى ذميا لم يجد رائحة الجنة. نعم. إذن أسس هذا القرآن. نعم. لقيم العدل، لقيم التسامح. صحيح. لقيم الرحمة. جميل. ونبذ كل أنواع الكبر، حدث ولا حرك في هذا. نعم. المعنى. أحسنت فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. إذن مشاهدينا الكرام، القرآن الكريم علاج لكل أمراضنا وأسقامنا وأوجاعنا. لا شك أن القرآن الكريم عالج الأمراض النفسية وغيرها والسلوكية والأخلاقية. أدعو الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم دوما هاديا لنا وبشيرا لنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. في نهاية هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ يحيى المنسي من علماء وزارة الأوقاف. أشكرك فضيلة الشيخ. أشكر أيضا ضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد سيد خضر من علماء وزارة الأوقاف. أيضا أشكرك فضيلة الشيخ. شكر الله لك أخي الحبيب. أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وأترككم في معية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.